الصعيد القاري. وإذا كانت البنيات التحتية من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الاقتصادات الصاعدة، فإنما يتوفر عليه المغرب من منجزات في هذا المجال تساهم في الرفع من تنافس الأعمال وإحداث أقطاب اقتصادية تنافسية تنفذ ثمار المستقبل. وإذا لم نقدر من ارتياحنا للمساهمة الفاعلة في عدد من محاولات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية في النهوض بالاقتصاد الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويعد المكتب الشريف للوصال نموذجا في هذا المجال لما يتوفر عليه من استراتيجية وطنية ودولية ناجحة ووضوح الرؤية وحماية استراتيجية النجاح الطاقية وسياسة طموحة لتعبئة الموارد المائية. ويعتبر المخطط المغربي للطاقة الشمسية والريحية دليلا آخر على قدرتنا على رفع التحديات، وذلك بفضل الرؤية الواضحة والاستباقية والتخطيط المحكم للأسبقيات الملحة لما يضمن سلبية الحاجيات الطاقية لبلادنا وتقليص التبعية للخارج بالاعتماد على استغلال إمكاناتنا. وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والشراكة الاستراتيجية التي نعمل على تعميقها مع روسيا، إضافة إلى الشراكة التي نحن بصدد غرورتها مع الصين. كما أن المغرب يعد صلة وصل تعزز مناعة الاقتصاد الوطني، سواء لمواجهة المنافسة الدولية ومن أجل تطوير شراكات مع المقاولات الصغرى للنهوض بالتنمية والدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها. فإلى أي حد يمكن لنظام الحكامة في القطاعات أن نشيد بالحكومات المتعاقبة إلى اليوم وبروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية التي أبانت عليها خلال تدبير أمور البلاد. ونود التنويه أيضا للدور الهام للمقاولات المواطنة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما نشيد بالدور المتزايد لمنظمات المجتمع المدني لمساهمتها الفعالة في دينامية التنمية. ونخص بالتقدير والإشادة الأحزاب السياسية والنقابات الجادة. الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب كان خطاب في الحقيقة يعني يربط ما بين خطاب اليوم وكذلك خطاب العرش، حيث جلالة الملك أكد على أن ثورة الملك والشعب وعلى أن استقلال المغرب تخطى كل المراحل التي كان يجب أن يتخطاها في مجال خدمة الديمقراطية والانتقال الديمقراطي. اليوم جلالة الملك يؤكد على خدمة الاقتصاد المغربي، لأن الاقتصاد المغربي أساسي من أجل بناء المجتمع ومن أجل كذلك يعني تكثيف العمل على دخل المواطن المغربي. وركز جلالة الملك في هذا الخطاب كذلك على لأن المجال ديال الاقتصاد هو المجال الأساسي في السنوات المقبلة لتحسين الوضع ديال المغاربة جميعا، لأن تحسين الدخل الفردي للمغاربة هو الأساس لخدمة المواطن المغربي بالأساس. اليوم في المجال الديمقراطي إن شاء الله المغرب غادي يسير وغادي يدخل في واحد العمل واحد البرنامج السياسي إن شاء الله انتقالي مهم، وكذلك هذا البرنامج السياسي والدخول السياسي المغربي في هذه الفترة يرافقه كذلك يعني عمل من أجل خدمة الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة بغينا نقول كذلك للشباب على أنهم لا بد من أن يتذكروا بأن هذا البلد مر بمراحل خطيرة، مراحل يعني ديال الاستعمار. اليوم الحمد لله الاستقلال
يعني ديال البلاد كيخصو يتبنى على اسس ديال الديمقراطيه واسس يعني بناء الاقتصاد من اجل تحسين الوضع المادي والدخل الفردي للمواطن المغربي، وهذا هو الاساس اللي جا فيه الخطاب الملكي بصفه عامه.